السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. مرحبا بكم في فيديو جديد في قناة كويزين كوكينا. كنشكركم على الدعم ديالكم الدائم، وكنتمنى اللي مازال ما اشتركش يشترك في القناة، وان شاء الله تعجبكم هذا الفيديو ديروا ليها اللايك. بالنسبة للوصفة ديال اليوم، هنديروا الحرشة في الفرن اللي على شكل يكون على شكل دي كاب كيك او دي مادلين، كيجيو سهلين في التحضير وما فيهمش المقادير بزاف، والاهم انهم لذاذين بزاف. كنتمنى يعجبوكم، وندوزو دابا باش نشوفو المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير، هنحتاجو واحد البيضة، عندي هنا يوغورت، إذا كان عندكم ديال الفاني من الأحسن، أنا هنا استعملت ديال المونغ، هو اللي كان متوفر عندي. عندي هنا معلقة ديال بودرة الكريم باتيسير، عندي قبصة ديال الملح، نص كاس عنبة ديال الماء، الماء ديال الروبيني عادي، نص كاس ديال سنيدة، نص كاس ديال الزيت. عندي هنا 250 غرام ديال السميدة الرقيقة، ساشية ديال الفاني، وخمارة حمراء. اول حاجه هنبداو بها هي هنهرسوا واحد البيضه. بالنسبه لهاد الكميه هتعطيكم واحد الكميه قليله ديال هاد الحرشه ديال الفران. ممكن نتوما الا بغيتو ديروا واحد الكميه اللي كثيره تضاعفوا المقادير. هنستعمل هنضيف نص كاس ديال سنيده، اللي كيبغي الحلاوه بزاف يدير كاس ما عامرش، يعني يزيد مازال من السنيده. عندي هنا ساشيه ديال الفاني، ممكن تنسمو بقشور الحام حتى هما كيجيو زوينين. هنضيف هنا قبصه ديال الملحه. هانتوما كيف ما لاحظتوا معايا، فهاد الحرشه هذه يعني ما فيهاش المقادير بزاف، وهتطلع زوينه في الاخر، يعني كيف ما هتلاحظوا معايا هي تعجبكم ان شاء الله. كنخلطوا شي شويه هاد العناصر. يعني هاد الحرشه هذه ما تحتاجوش فيها، حيت هي كتجي على شكل دي كاب كيك، ما تحتاجوش فيها الطراب الكهربائي، يعني كتستعملوا غير الفوي، لان يعني خصك تخلطوا العناصر مزيان وينسجموا مع بعضياتهم. هنضيف هنا يوغورت، كيف ما قلت لكم اذا كان متوفر عندكم ديال الفاني من الاحسن، باش تكون عندكم كتستعملوا يعني هتنسم بساشيه ديال الفاني ويوغورت الفاني تكون نفس النسمه، ولا الا كنتوا هتنسموا بقشور الحامض استعملوا يوغورت ديال الحامض. هنضيف المعلقه ديال بودره الكريم باتيسير، هي اختياريه يعني ماشي ضروري ديروها، ولكن كتعطي واحد اللذة اكثر لهاد الحريشات هادو. كنخلطوا مزيان. هنضيف نص كاس ديال الزيت. نص كاس ديال الماء، كيف ما قلت لكم الماء عادي، يعني ماشي ما دافي، غير الماء عادي. كنخلطوا مزيان هاد العناصر. صافي، هنا هنضيفو السميده، 250 غرام ديال السميده الرقيقه مع ساشيه ديال خماره الحلوه. الا بغيتو تستعملو في هاد الحريشات هادو تضيفو معاهم المكسرات، يعني تكون هاد لي كاب كيك يكونوا فيهم مكسرات، كتضيفو شويه ديال الزبيب اولا اللوز مهرمش، كتضيفوهم مع هاد الخليط ديال لي كاب كيك بحال هكا. هنا
من بعد ما خلطت مزيان نخلي الخليط على جنب بين ما نوجد ليمون فين هنديرو. كيف ما كتلاحظوا انا هنا هنستعمل هاد ليمون ديال لي كاب كيك ديال الكاريت ديال الكارطون. ممكن تستعملوا هاد ليمون هادو ديال اللي كيكونوا فيهم ديك الحفره، ممكن تستعملوا هاد اللاطه هادي ديال لي مادلين، المهم كيبقى الاختيار لكم. طبعا انا هنا كيف ما قلت لكم هنستعمل هادو ديال لي كاب كيك. وبالنسبه للتزيين انا هنزين هنا بالشوكولا، وعندي هنا كاوكاو اللي محمر ومهرمش والسميده رقيقه اللي هنديرها من الفوق ديال الحريشات ديالي. هانتوما كيف ما كتلاحظوا القوام ديال الخليط ديالنا فهو تجمع شي شويه بطبيعه الحال حيت السميده رقيقه راه كتشرب السوائل. هنا هبدا نعمر هاد الكوختات اللي عندنا، هبدا ندير نصف الكميه وهنعمر بحال دابا هادي هنعمرها بالشوكولات. كيبقى لكم الاختيار، هندير شي وحدين هنعمرهم بالشوكولات، شي وحدين هنعمرهم بالكاوكاو، وشي وحدين هنخليهم عادي يعني ما نعمرهم حتى شي حاجه. وكيف ما قلت لكم ممكن نتوما تضيفوا الزبيب والمكسرات اللي بغيتوا مع الخليط وتخلطوهم، كتجي حتى هذيك الطريقه كتجي لذيذه. هنا هنضيف الكاوكاو المهرمش، هنغطي بالخليط نفس الخليط وهنرش الفوق سميده رقيقه. بالنسبه اللي هيستعملوا دوك لي مول ديال لي مادلين يعني داك المول ديال المادلين كدهنوه بشويه ديال الزبده وكترشوا فيه السميده رقيقه، عاد كديروا الخليط ديالكم باش ما يلصقش لكم فيه. هنا هندير وحده عاديه يعني ما هنعمرهاش بشي حشوه. ممكن حتى الا بغيتو تستعملوا مثلا صوبتوا كريمه الحامض اولا لا كريم باتيسير تخليوها تعقد مزيان وكتعمروا بها هاد الحريشات هادو، فهما كيجيو لذاتين بديك الطريقه. دائما كنرش السميده رقيقه من الفوق. هنا من بعد ما كملت الكميه اللي كانت عندي كيف ما كتلاحظوا عطاتني هذا العدد هذا، هندخلهم الفران مسخن على درجه حراره 180 درجه حتى كيوجدوا عندنا كيتحمروا على هذا الشكل هذا. انا كان عندي الفران ديال الطو يعني شعلت عليهم من الفوق من التحت حتى طابوا وجدوا. بالنسبه اللي عندهم الفران ديال الكاس كتشعلوا عليهم من التحت عافيه مهيله بحال الشكل ديال لي كيك، كتحطوهم حتى كيطيبوا وتحمروا من التحت وبحال الشكل ديال الكيك يعني كتدخلوا فيهم شي عويد بحال هكا حتى تبان لكم باللي راه هاد الحريشات ديالكم طابوا من الوسط، عاد كتهبطوهم باش يتحمروا لكم. كيجيو على هاد الشكل هذا كتقدموهم مع القهوه اولا اتاي وتعطيهم لوليداتكم في الكوتي كيجيو لذادين ورائعين كيف ما كتلاحظوا. وكتجي هاد الحريشه هادي رطيطبه يعني راه ما كتجيش الحرشه قاصحه، رطيطبه بحال الشكل كتاكلوا لي كاب كيك ولكن بسميده رقيقه. كنتمنى تعجبكم هذه الوصفه، كنتمنى تجربوها وبالصحه والراحه مسبقا، والى اللقاء في فيديو لاحق ان شاء الله.